يا عفريت. خادم الفانوس السحري افركوش ابن بارتاكوش من الجن الاخضر. اهلا وسهلا. الجن الاخضر تبي الحكايه صحيحه بس ما تقلعها ما تخوفنيش انا مش خايف يغمى عليش مش خايف مش خايف. شبيك لبيك تطلب ايه؟ عاوز مجلس الإدارة يرجعني مدير ويرجع مصطفى الملعون فراش زي ما كان. أرجوك أمرك مطاع يا مرسي. السيد رئيس مجلس الإدارة، حيث أني لا أثق في كفاءة مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ كمدير للشركة، أرجو أن تعينوا بدلا منه الأستاذ مرسي عبد السلام الغندور مديرا، وتأمروا بإعادة مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ إلى وظيفته الأولى كفراش، وإلا سأضطر لطرح الأسهم في البورصة بأقل من الثمن المعروض. الإمضاء عفركوش ابن بارتاكوش. انا برضو كنت بقول ده راجل عظيم، عفركوش ابن بارتاكوش راجل بيفهم. مفيش حل غير كده، انا موافق. وانتم موافقون؟ موافقون منافقون. المهم دلوقتي الدنيا اقبلت وتفتحت وازدهرت. مت غيظا يا فراشي. اخلص يا قليل الادب. وشك وشك وشك. وش مين يا واد؟ هات له وشك انت. ده انا لازم اربيك. مخصوم منك 15 يوم. مخصوم منك شهر. انت جننت يا ولد. انت عارف بتكلم مين؟ ده انا المدير. انت المدير يا حقير. بص لنفسك شوف لابس ايه. يا نهار اسود، مين اللي حطيني في الهدوم ده؟ انا هجيب لك عفركوش. عفركوش؟ عفركوش ايه؟ عفركوش طرطرطة. هو مين يا واد اللي طرد؟ انا هجيبه لك هنا عشان يمسح بيك البركان. مسكين مخبول فراشي، مخبول مش عارف ان الدنيا يوم لك ويوم عليك. يا فراشي اذهب الى جهنم. الفانوس راح 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 الفانوس راح. الفانوس راح مني. فين راح الفانوس؟ السرق. انسرق انحرق. انت رجعت لاصلك. يو ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. هو وقع بعقل؟ ده وقع على جدور رقبته. بلاش قلقلة وصرصرة. شوف شغلك يا هباء. ادي الدوسيهات دي للآنسة ناهد. يلا 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 امشي. الله، ايه ده انت لابس كده ليه يا حضرة المدير؟ لا مدير بقى ولا احزنون، البقية بحياتك. عفركوش رقعني مقلب. عفركوش مين؟ العفريت اللي طلع لي بالفانوس. مصطفى انت لسه عيان؟ انا لا عيان ولا حاجة ابدا. انا بقولك الحقيقة وحياتك عندي عدم المؤاخذة اذا كنت هقعد هنا، لاني خلاص خدت على قعدة المكاتب. انا يا ستي لقيت الفانوس السحري ودعكته.
طلع لي منه عفريت اسمه عفركوش، هو اللي جاب لي الفلوس كلها اللي انت شفتيها، وهو اللي عيني مدير الشركه، بس معرفش ايه اللي زعله مني وخلاه يرجعني فراش تاني. مصطفى سيبك من الحكايه دي، احسن بعدين يودوك مستشفى المجانين. يودوني مطرح ما يودوني، المهم ان انا الاقي الفانوس عشان احقق اخر امل واحلى امل. زي ايه مثلا؟ انا عرفت اخيرا ان مفيش غير حاجتين اتنين اتمنى ان ربنا يحققهم لي. هما ايه دول؟ اولا اتجوز المخلوقه الوحيده اللي بتعطف عليا اللي هي انت، وتاني حاجه عاوز اتعين في وظيفة تليق بكرامتي وبكرامة شريكة حياتي، بس اجيب الفانوس السحر منين؟ تحقيق امالك مش محتاج لفانوس او سحر او معجزات، انما محتاج للشجاعة والكفاح وعدم اليأس. اعتمد على نفسك في الحياة وانت توصل للمركز اللي انت عايزه. ازاي بس؟ ازاي؟ انت انسان متعلم وعندك خبرة في الحياة، فكر في مشروع يفيد الشركة وقدمه لرئيس مجلس الادارة. انت ممتازة جدا، انا عندي مشروع خطير هعمل عنه تقرير واقدمه على طول لمجلس الادارة. برافو عليك، وانا هكون دايما جنبك يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. المشروع ده يستحق التقدير والعناية فعلا. أنا ما كنتش متصور أبدا إنك عندك معلومات وخبرة واسعة بالشكل ده. يا فندم دي حاجة بسيطة، ده أنا لما بتنقح عليا العبقرية بطلع حاجات خطيرة جدا. أنت فعلا عبقري. المشروع ده ممتاز جدا، ده هيزود أرباح الشركة 100%، وعلشان كده أنا هديلك مركز مهم جدا في الشركة. الله يخليك. يا أستاذ مرسي، ازاي يا فندم يكون عندنا الكفاءة الممتازة ديت وما تخليش الشركة بتاعتنا تستفيد منها؟ كفاءة ممتازة؟ هو ده وش كفاءة يا فندم؟ طبعا، ده قدم لي مشروع مدهش، ده عنده تفكير سليم احسن منك مليون مرة. استريح يا استاذ مصطفى. متشكر. ايوه بس يعني مش اطلع السيجارة. ولع لي. اولع لك؟ ولع له. ولع لي ارجوك. حتى الولاعة مش عايزة تولع. نزل السيجارة تحت. كنت أفضل أحرق نفسي ولا أولع لك. تسمح يا فندم أقدم لك الميزانية السنوية؟ طيب روح أنت دلوقتي. تسمح كمان أجازة نص ساعة بس عشان أودي المدام للدكتور. روح. عفركوش عفركوش عفركوش. شوف بيت مبين قدامك بين ايديك يا مرسي. ارجوك يا عفركوش، مركزي في خطر. ارجوك خلي الفراش الغبي بتاعي اللي اسمه مصطفى يلبخ مع رئيس مجلس الإدارة ويقل أدبه عليه لحد ما يصعده. حمار حمار. طبعا مش أنا مش أنا. هنية. الله يهنيك، وبالطريقة دي يا فندم هتزيد أرباح الشركة زيادة كبيرة جدا. فعلا فعلا دي آراء عظيمة جدا. الله يخليك، يعني عاجب سيادتك المشروع؟ بالتأكيد عاجبني. تبقى حمار. ها؟ حمار. حمار؟ بتقول إيه يا قليل الحياة يا مخ؟ أنا كنت فاكر إن مخك نظيف اتضح إنك أنت طار. أخرج بره. خلاص خارج، يعني أنا خارج من الجنة يا خير. أنت مرفوض من الشركة. يا أخي اتنيلها الشركة واللي فيها جاتك 60 نيلة. أخرج بره المغفل. بلا نيلة بلا زيت. الحمار قال المغفل. وتيس كمان. أخرج بره يا كلب. أنا مش قادرة أفهم إزاي يا مصطفى تشتم رئيس مجلس الإدارة. أهو ده اللي مجنني، بدل ما أقول للراجل متشكر قلت له أنت حمار. إزاي بس كده يا أخي؟ معرفش، أنا بتهيألي الجدع اللي اسمه مرسي ده سرق الفانوس بتاعي وطلع عفركوش عشان يعمل فيا المقلب السخيف ده. طب وهتعمل إيه دلوقتي؟ من بكرة الصبح هروح على أوضته في قلب الشركة وأدور على الفانوس وأطلعه بأي طريقة.
طيب طيب طيب. هتعمل ايه يا بطل؟ لا ولا حاجة حوكل، أنا بدور على الفانوس بتاعي. فانوس قدام ولا فانوس ورا؟ اعمل معروف بلاش تريق، أنا بيتهيألي الراجل المدير ده سرق الفانوس السحري بتاعي. هو معقول المدير يسرق حاجة ويجيبها هنا على المكتب؟ لازم أوديها على البيت. عندك حق، أنا طالب منك خدمة يا عوكل. ممكن؟ ممكن قوي. أنت مش لسه بتعوم في بحر الغرام مع البيت الخدامة بتاعته؟ وقربنا نوصل لبر الجواز يا أبو درويش. عظيم، اعمل معروف اسألها لي في التليفون إذا كان المدير جاب الفانوس في البيت ولا لأ. خد نمرة الدهو. ألو عوكل، عايز إيه يا واد؟ فاكر ازيك يا فاكر؟ مشتاقين قوي يا دميل. فاكر انت لوحدك؟ لوحدك؟ مشتاقين قوي يا دميل. الفانوس يا جميل، الفانوس. اخلص. طيب الو فاكر، حياة ابوك المدير وهو داخل عندك ما كانش في يده فانوس صغير قد كده؟ فانوس صغير؟ شفته ده سيدي شايله في اوضه النوم. اسمعي، الفانوس ده بتاع مصطفى واحنا عاوزينه ضروري ضروري ضروري. ها خش اسرقه من اوضه النوم يا دميل. لا يا اخويا ما اقدرش، الست نايمه في الاوضه، بعدين تظبطني. يخرب بيتك. طيب مع السلامة يا دميل. الله يخليك. طيب مع السلامة يا دميل. حالت لك ايه؟ هتقول ان المدير عنديه الليلة حفلة وفيها معازيم كتير. حلو. واحنا نروح احنا التنين نخش الحفلة وفي الزحمة نسرق الفلوس وداننا ماشيين. قلت ايه؟ طيب قدامي معايا يا جميل. قوليلي. نعم. حد يقدر يفقسنا واحنا لابسين كده؟ ابدا مفيش حد يعرفكم ابدا. يلا خد المزه والشرب على الحفله طيران، ولو شافكم المدير وقال لكم انتوا مين قولوا له احنا الاثنين السفرجيه اللي بعتنا جروبي. توكلنا على الله. يلا كنت مسكاجينا مسكاجينا هانجي الحمد لله خونجا كونجا ها ها خا تا ذا مسكاجينا مسكاجينا هانجي. مين دول؟ الاثنين السفرجيه بلديتك اللي بعتهم جروبي. هاتي مسكاجينا مسكاجينا هانجي ها خا خونجا كونجا تا ها ذا ها نو ها. انت فاهم كلامهم؟ انا مش مغفل ابدا، دول مش بلدياتي، دول لازم يكونوا من فوق. إيه؟ من فوق خالص، انا مش مغفل. ربي ادريس. نعم يا فندم. هات لي علبة السجاير وولعها من اوضه النوم. حاضر يا فندم. بولا مستاجنا. انت ايه؟ مستاجنا. خنجة خنجة خا ها طا ذا. انت رايح فين؟ انت رايح جوه في اوضه النوم. دخل اوضه النوم. ايوه رح نخش في اوضه النوم. طب تفضل على اوضه النوم. مالك انت يا مجنون؟ انا رح نخش في اوضه النوم. اتفضلك انت. اتفضل على اوضه النوم. ايوه رح نخش اوضه النوم. انت مالك يا هشري؟ اذا كنت نخش اوضه النوم نخش اوضه النوم. ايه
علبة السجائر الولاعة بتاعه دي. انت كنت فين يا شيخ وانا بندور عليك؟ كونجا كونجا يا ناصح تعال الحقنا حبيبي، شوف اللي جرالي، شوف مصيبتي. شباك لبيك، خدامك بين ايديك، اخص عليك عفريت قليل الاصل، ده عاملة تعملها معايا يا عفركوش. انا خدام اللي يكون معايا الفانوس يا مصطفى. بقى كده يعني معاهم عليهم حتى العفاريت فيهم منافقين. لو كنت عملت بما يرضي الله ما كانش راح منك الفانوس. انت اخترت الشر وتركت الخير، والشر يجلب الشر والخير يجلب الخير. جرايا انت هتعمل لي واعظ؟ خلاص اتعلمنا وتوبنا الى الله. مبروك شباك لبيك. تطلب ايه؟ عاوزك تخلي رئيس مجلس الإدارة ينسى الشتيمة اللي أنا شتمتها له كلها، ولا يفتكرش غير المشروع وحسنات المشروع. أمرك مطاع يا مصطفى. وقبل ما تمشي عاوزك تبوظ الحفلة وتهزق كل الموجودين. أمرك مطاع، بس اعمل حسابك ده آخر طلب تطلبه مني. أنت كان ليك عندي 7 طلبات وبس، و7 طلبات أنت. لكن انا لسه عاوز حاجات كتير وفلوس كتير، ده انا عندي مشروعات خطيرة جدا عاوز اعملها. ما كانت في ايدك الفرصة ما انتهزتهاش ليه؟ قم دلوقتي اغسل وشك وغير هدومك وتعالى اواب، عشان رئيس مجلس الادارة زمانه جاي. حوا 5 دقايق وحكون هنا. عقبال ما ترجع حكون بوصلك الحفلة. الوداع يا مصطفى، الوداع. الوداع يا ابن الانس. الوداع يا ابن الجن. الوداع يا عفركوش. ايه ده يا استاذ؟ ايه اللي في الادب دي؟ انا اسف جدا، ما اعرفش ايه اللي دفعنا عشان اضربك من غير سبب. اللي اتحيا